السلام عليكم، وكنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيكة ديال الشوكولاط اللي كتجي كتحمق، كتجي لذيذة ومذاقها خطير وكتذوب في الفم. بالنسبة للمقادير، عندي 3 الحبات ديال البيض، كأس العنبة ديال سكر حبيبات، كأس اللاروب ديال العنبة ديال زيت المائدة، عندي واحد الياغورت بنكهة الفاني، وكذلك كيس ديال بودرة الكاكاو، كيس ديال الفاني، زوج اكياس ديال الخمارات الحلويات ما يعادل 16 غرام، القليل ديال الملحه، والدقيق اللي كيبقى دائما على حسب الخليط. خديت اناء اللي غدا نوضع فيه هذا القليل ديال الملحه، 3 الحبات ديال البيض. بالنسبه للبيض، دائما ملي نبغيو نستعملوه لا في الكيكات ولا في الحلويات يكون على حراره المطبخ. غادا نضيف كيس ديال الفاني، بالنسبه اللي ما متواجدش عنده الفاني يعوضه بالقشور ديال الحامض. غادا نضيف كاس العنبه ديال السكر، وغادا نخلط بالفوي مزيان حتى يذوب ليا هذاك السكر، ومن بعد غادا نبدا نضيف الزيت تدريجيا. ودابا كنضيف الزيت تدريجيا وانا كنخلط، يعني حتى يخفف ليا الخليط. يعني ضروري في هذه المرحله نخلطو مزيان هذا الخليط حتى ما كيبقاش يبان لينا هذاك الزيت معزول على الخليط، يعني كينسجم لينا مع هذا الخليط هذا. انتما على هذا الشكل هذا. دابا غادا نضيف هذا الياغورت بنكهه الفاني، غنخلط كذلك مزيان. ودابا غادا نضيف واحد الملعقة كبيرة ديال الخل، ودابا غادا نضيف المكونات الجافة اللي بقات ليا، كيس ديال بودرة الكاكاو، يعني ضروري ما نغربلهم، حتى الدقيق انا ما سبق ليش غربلته، حتى هو غادا نغربلو. هاد الكويرات اللي كيبقاو ليا حتى هما نحاول نهبطهم بالاصابع ديالي على هاد الشكل هذا. ودابا غادا نضيف الدقيق، وكذلك هاد زوج اكياس ديال الخمارات الحلويات ما يعادل 16 غرام. ودابا غادا نبدا نخلط شويه بشويه، غادا نبدا نخلط يعني حتى ما يبقاو لياش كيبانوا الكويرات ديال الدقيق تماما. ثم كيف ما كيبان لكم كيجينا القوام على هذا الشكل هذا من بعد ما خلطت الخليط ديالي، يعني ضروري ان القوام يكون مطلوق ما يكونش قاسح. هانتوما كيف ما كيبان لكم على هذا الشكل. و
ودابا غادي ناخذ المول اللي سبق لي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، غادي نخوي فيه هذا الخليط اللي عندي ديال الكيك. بالنسبه للفران انا سبق لي شعلت الفران، يعني ضروري ملي نبغي نوضعوا الكيكه ديالتنا في الفران يكون سخون، ونقصوا النار اللي تكون ضعيفه، يعني ضروري من الكيك الا انها طيب لنا الكيكه على نار ضعيفه بزاف باش تجينا الكيكه خفيفه وتجي زوين. غادا نحاول نقاد هذا الخليط في هذا المول، ودابا غادا نوضع الكيكه ديالتي طيب ليا في الفران على نار مهيله، ومن بعد غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها. هانتوما الكيكه ديالتنا من بعد ما خرجناها من الفران، غادي نسقيها مباشره وهي باقه سخونه بالكاس ديال الحليب بارد. ومن بعد ما سقيتها غادي نخليها حتى تبرد، ومن بعد عاد ندوز باش نقاد ليها لاصوص اللي غادي ندير ليها من الفوق. من بعد ما بردات عندي هنا خديت كاسرونه اللي وضعت فيها جوج كؤوس ديال العنبه ديال الحليب، غادي نضيف كذلك جوج معالق كبار ديال بودره الكاكاو المر، ثلاثه ديال المعالق ديال السكر حبيبات، غادا نوضع هاد الكاسرونه فوق النار، غادا نضيف كذلك جوج معالق كبار ديال النشا، وانا نقصر النار يعني النار تكون ضعيفه، وانا كنحرك الخليط ديالي يعني حتى يتقال، ومن بعد ما يتقال مباشره غادا نضيف ثلاثه القطع ديال الشوكولات الاسود، وغادا نحرك مزيان غير يدوب ليا داك الشوكولات، غادا نطفي على النار ومباشره غادا نخوي هاد لاصوص فوق الكيكه. غادا نوضع هاد لاصوص فوق الكيكه على هاد الشكل، نحاول نقادها فوق الكيك ديالي مزيان، الصراحة هاد لاصوص هادي كتجي زوينه كتجي رائعه خطيره، وبالخصوص ملي كنرافقوها مع هذا النوع ديال هاد الكيكات هادوما. الصراحه نتمنى من الله انكم تجربوا هاد الكيكه غتولي معتمده عندكم، كتجي لذيذه بزاف فيها واحد المذاق اللي كيجي خطير. من بعد ما قديت هاد لاصوص ديال الشوكولات صوص ديال الشوكولات، دابا غادا نضيف واحد الحبيبات ديال الشوكولات من الفوق، يعني اختياريا يمكن لكم تضيفوا اي حاجه يعني اللي متوفر عندكم في الدار ضيفوه. وانتم اخواتي كتجينا الكيكه ديالتنا على هذا الشكل هذا، الصراحه كتجي واحد الكيكه لا رائعه لا شكلا ولا مذاقا. نتمنى من الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.